بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. هذه الآية الكريمة جاءت بعد معركة الإيذاء لله والإيذاء لرسوله والإيذاء للمؤمنين من الذين لا يؤمنون بالسماء ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله. وهؤلاء حين يؤذون لا يؤذون إلا أنفسهم، لأن إيذاءهم أن يصل إلى الله، وإنما إيذاءهم لله أن يعصوا ما أمر به، وهو يحب لهم الخير لأنه خلقهم. إذن فإيذاءهم لنفوسهم يعتبر كأنه إيذاء لمن يريد لهم الخير، وإيذاءهم لرسول الله لأنه هو البلاغ عن الله المؤيد بالمعجزة، وإيذاءهم لرسول الله أخذ مواقف شتى، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني رجل سماع ودني، فيرد الله عليهم ويقول هو أذن صحيح ولكنه أذن خير، يستمع لمنهج السماء ليبلغه إلى أهل الأرض ليسعدوا أنفسهم بحسن حركة الحياة، ما شاء الله. ويؤذون رسول الله في أهله، ويؤذون رسول الله حين يسلمون عليه فيقولون السلام عليك، ويؤذون رسول الله في أن يتعرضوا لذاته الشريفة بالإيذاء بما يتأبى عنه أي إنسان كريم، ومع ذلك يصبر رسول الله. ويؤذون المؤمنين في أنفسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، وبذلك يظلمون. وللإيذاء فلسفة مقصودة حتى لا يثبت على الإيمان إلا الذي يصبر على ذلك الإيذاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما الذي يدلني على صدقك في الإيمان إلا أنك تؤذى فيه وتصوم على الإيمان؟ ولو أن المسألة كلام يقال كلام. ولذلك حينما امتنع كبراء قريش عن قولهم بالشهادة لا إله إلا الله، هم أهل فصاحة وأهل بلاغة وأهل تلقن للأساليب بما تفيده الأساليب، وهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله ليست كلمة تقال، وإنما كلمة لها مطلوب، وأنه لا سيادة إلا لله، فبألهاش. يبقى إذن عدم قولهم لا، لأنهم إيه؟ فهموها جيدا، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا سلطان لأحد ولا رأي لأحد إلا مين؟ إلا الله. إذن فالذين يؤذون الله، يؤذون رسول الله، يؤذون المؤمنين، هؤلاء أدوات التمحيص للإيمان. فإذا ثبت رسول الله مع الإيذاء وثبت المؤمنون مع الإيذاء دل على ذلك، على أنهم قارنوا بين إيذاء من بشر له قدرة محدودة وبين إيذاء من الله في يوم لا يمكن أن يفروا منه أبدا. فقرنوا المسألة فيقولوا لا، نصبر على الأذى ده أحسن. ليه؟ لأنه حيحمينا من أذى آخر. ولذلك قلنا أن الله ضرب على متن جهنم الصراط الذي نمر عليه جميعا، الذي نمر عليها كده. ليه؟ قال لك علشان نعرف كيف نجانا الإيمان من سعير هذه النار. فإذا مرينا عليها وشفناها تستعر كده وتقول هل من مجيد وهذا، نقول يا سلام بقى الإيمان عمل فينا هذه الجميل ده، وأدي نجانا من هذا، فمن زحزح عن النار وبعدين أدخل الجنة فقد فاز. يبقى إذا الإيذاء له فلسفة مقصودة، والله سبحانه وتعالى كان من الممكن أن يأخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر، ك
كما أخذ قوم نوح بالطوفان، وكما أخذ قوم فرعون بالغرق، وكما أخذ قارون بالزلزال وبقتل الأرض، من الممكن. لكن الله يريد أن يعذب هؤلاء بأيدي المؤمنين وبأيدي رسول الله، لأنها لو حصلت ربما قالوا آيات كونية، زلزال حدث، بركان حدث، صاعقة نزلت علينا. لا، ده هو عايز التعذيب يكون بمين، ولذلك يقول الحق قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أنا مش في حالة على أن أنتم تعذبوني، إنما أنا عايز يبقى العذاب من مين؟ من كلهم، عشان ما يتهمهاش في أنها ظاهرة كونية أو ظاهرة طبيعية أو دي بعيدة عن الإيه؟ عن المنهج. حينما آذن الله سبحانه وتعالى يصبر رسوله فيقول: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يبقى إلينا يرجعون. تشوفهم في الآخرة. يبقى إذن الرد على الإيذاء نوعان: بين أن ينصر الله رسوله عليهم، ولذلك لما رشاهم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله، وقد حدث. هم يزيدوا يقول لك: يا محمد، العرب اجتمعوا عليهم، اجتمعت القبائل، ويأتون في الأسبوع له عشان يخرجوا محمد من المدينة. السرية التي أرسلها رسول محمد ده إلى المكان الفلاني قتلت عن آخرها. فهم دول المرجفون في المدينة. المرجف هو زي ما نقول احنا الطابور الايه؟ الطابور الخامس. فربنا قال: لئن لم ينتهي الايه؟ لئن لم ينتهي المنافقون والمشركون والذين في قلوبهم مرض إلا لنغرينك بهم. نغرينك بقى، نسلطك انت عليهم بقى. قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بأيديكم. ما نغرينك ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي المدة التي يتمكنون فيها من لم أمتعتهم وعزلهم علشان إيه؟ يخرجوا. فبعد أن ذكر الله هذا ذكر شيئا آخر، وهو أن هذا الإيذاء له رد أخروي، وهو حين تقوم الساعة. فأل يسألك الناس عن الساعة. السؤال الذي سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوجها إلى أمرين. الأمر الأول إعجازه، لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم ومن إخبار أنبيائهم بعض الأشياء، فيريدون أن يحرجوا محمدا بالسؤال عنها. ولكن الله كان يعلم محمدا، كلهم يسألون على أشياء وهم يعلمون أنه أمي لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى معلم. فهم يسألون لما يسألوا عن حاجة في كتبهم أو أيها العلماء مش هيعرفها، لأنهم بشهادتهم لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاب. فلما يسألون ذلك يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق ربه الذي يعلم الحقائق كلها، يجيبهم. ولذلك يتحككوا في أي حاجة. لما سألوا عن أهل الكهف وبعد ذلك قال إيه؟ قعدوا في الكهف 300 سنة وازدادوا 9. هم يتمحكوا يقول: لا، احنا ما نعرفش التسعة دي، احنا ما نعرفش الا 300 سنة. يبقى احنا صدقنا في 300، التكذيب في ايه؟ في صدق زادوا 9. هم ظهروا ان توقيت المناسك الالهية في الدين انما تخضع للتقويم الهلالي. ليه؟ لان الشمس مقتضى ما تعطيك انها بدء اليوم وانتهاء. المهم ما تعرفش النهاردة أول الشهر ولا آخر الشهر، ما تعرفش الكلام ده. لكن التوقيت العربي اللي بالهلال له علامة مميزة كونية، أن الهلال يطلع كده بعد ما تنزل يطلع قد كده، يبقى إذن لها علامة إيه؟ مميزة. وإذا ما نظرنا إلى مقارنة الشهر الهلالي بالشهر الميلادي اللي احنا بنقول عليه، نجد أن كل سنة هجرية أصح 11 يوم عن السنة الشمسية. لما تحسب النقص ده والزياده وتجمعهم في 300 سنه كنت هي الايه؟ هي التسعه. الله، الحق. ولذلك شوف التعبير الادائي: ولبثوا في كهفهم 300 سنين والسنه 100 ازدادوا 9. مش هي اصلها 309، لا، هي برضه ايه؟ هي 300، بس ال 300 دي تمتم بقى ايه؟ بقت الزيادة من نفس الايه؟ من نفس ال 300.
يبقى ده من نفس ال 300 ده يبقى كل ده انت بتحسبها ميلاد الشمس واحنا بنحسبها ايه؟ لان النسب كله بالايه؟ بالايه؟ بالهجري. لانه الحته اللي كانوا عايزين يعرفوها احنا نبهناهم، كانوا يريدون تجهيل محمد فنبههم الله على انهم هم الايه؟ الجهل. طب لما تيجي تقول موسى اللي بتسالوا الاسئله دي، طب ما انتم ووعدنا موسى ايه؟ 40 ليله 30 ليله واتممناها بعشر فتم تكبس بايه؟ بالهلال. طب عايز ان انتوا التوقيتات العباديه عندكم برضه بالهلال، ما تجيبليش بقى 300 سنه وتقول انا اللي عارفها مش عارف ايه، لان انت بتجيبها ميلاد واحنا بنجيبها ايه؟ اذا فقول الله وازدادوا دليل على اعجاز ادائي بليغ يدل على ان التسع سنين انما جاءوا لا بزياده على ال 300 ولكن من نفس ايه؟ من نفس الايه؟ ال 300. طيب ومره يسالوه عن الواحد جوال في البلاد ذي القرون واسالوك عن ذي القرون والنبي يجاوبهم عليه، يسالونك عن الروح هو الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا الكلام ده عندهم. طب جابوا منين دي؟ ده ما قعدش على معلم ولا اي حاجه، يبقى معناه ان الله يريد ان يلفتهم ان تعليمه من الله. ولذلك كانت الاميه في رسول الله شرطا له، لان اللي مش امي معناها ايه؟ انه خد علم من البشر علمه القرايه والكتابه وعلمه شويه معلومات، يبقى مين اللي علمه؟ يبقى اخذ علمه من البشر، ولكن امه زي ما ولدته كما قال الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وبعدين جعل لكم السمع والابصار اللي هي ادوات الايه؟ يبقى امه بالنسبه للرسول شرف له، لان معناه انه لم ياخذ من احد من الدنيا معلومه وانما كل علمه من العالم الاعلى وهو الحق سبحانه. وكذلك الامه اللي نزل فيها يقال امه اميه، هذا شرف لها. ليه؟ لان لو انها مش امه اميه زي ما قلنا يمكن كان لها قفزه حضاريه، لا هي امه اميه ولا الامه الاميه اللي كل قبيله لها قانون، كل قبيله لها رئيس، ما فيش قبيله تتكلم على قبيله ثانيه، كله أيجمعون نظاما يشمل الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة. إن الدنيا منها الجنية دي تيجي ده لازم من إله الحق. يبقى الأميات فيهم إيه؟ شرف. وعجزهم عن متابعة القرآن ومحاجته، العجز نفسه شرف لهم. ليه؟ أم أنك الناس بتاخد على أنهم عجزوا بيقول لهم لا، ده كون الله يتحداهم، انما يتحدى الانسان يتحدى العظيم في اي ناحيه من النواحي، انما تيجي الواحد ما يعرفش تتحداه ده كانه تحدي الله لهم بالقران شهاده منه على انهم افصح العرب ولذلك افصح الخلق، ولذلك جاء لهم المعجزه من نفس الايه؟ من نفس فصاحتهم واسلوبهم. ومره يسالوا عن الساعه لانهم ينكرونها من مصلحتهم انهم ينكروها. ليه؟ لأنهم على زي ما بيقولوا عندنا في العام دايرين على حل شعرهم، مش عايزين ينعكموا في الآخر عشان تصرفاتهم، ولا في أعراض الناس بجبروت وبشراسة وبظلم وبإله، يخافوا من الشعر. نقول له يا أخي خليك بالعقل كده، نبحثها بالعقل، بلاش إن ربنا قال، بالعقل كده. إحنا عاصرنا من سنة 17 قيام الحزب الشيوعي في روسيا، حصل وبعد ذلك اخذوا الاقطاعيين والرأسماليين وعملوا فيهم ايه؟ مش خدوا منهم املاكهم وعذبوهم. طب خدت املاكهم جربتهم مما لهم بتعذبهم، اللي قال لك على ظلمهم السابق سيبهم كده على ظلمهم السابق. نقول له اذا ما حظ القوم الذين لم تدركوهم انتم وقد ظلموا قبلهم الناس؟ كانوا يدوكم مثلا انتم كنتم المعاصرين لكم وخدتوا اموالهم وعذبتوهم خلاص كده. طب مين اللي فاتوا قبل كده ولا كنتم مشيش؟ بالله لو ان واحد قال لك ده في واحد هربان وحجلك عليه كنت تحمدها ليه ولا لا؟ تقول هاتوا من هربان منا ده. طب واحد بيقول لك ده انا حجلك اللي مات مش اللي هربان وهحاسب حساب تاني، يبقى بيعينك على مهمه الانتقام ولا ما بيعمكش؟ يبقى كان من الواجب ان يكون الشيوعيون اول الناس ايمانا بالبعث، لان الذين فلتوا من ايديهم عشان ما عذبهمش لانهم تركوهم، ربنا بيقول لهم انا هجيب اللي ظلموا زمان دول وهحسبهم لكم في الاخر.
كانوا يقولوا ده بيساعدنا ربنا ولا لا. يبقى اذا كان من الواجب ان يؤمنوا بمين؟ ان يؤمنوا بهذا البلد. شيء اخر، انتم في حياتكم اللي جبتوها الشيوعيه ولا الراسماليه ولا حاجه، تضعون قوانين لانفسكم او لا تضعون؟ عشان تحكموا البشر دول تعملوا القوانين ولا لا؟ ما معنى القانون؟ القانون هو الذي يحدد مال المواطن على المواطنين من حق، وما له على المواطنين من واجب. هذا القانون اللي يتعدى عنده العقب ولا ما نعاقبوش. كل جماعة لها قانون عقوبة، وما دام قانون عقوبة يعني معناها ان في ناس بتبقى تخالف لازم نعاقبهم. طيب اللي بقى يقدر يدار عقوبته عن المجتمع يبقى أخذ حظه في الشراسة والظلم ولا ما خدش ولا ما تكلش منه؟ أهو كان المفروض بقى من يقول ده لازم في حد بقى يعرف الخبايا دي ويبقى بعدين يجيبهم ويحاسبهم. الله، إذا كل قضية لازم توحي بفطرية الإيه؟ الإيمان. تعال يقول لك ربنا خبير وعالم بما تسقط من ورقة ولا حد مش عارف إيه في الأرض إلا يعلمها. يقول لك ده أنت يا بشر بتعمل مخابرات عشان تعرف همس الناس وممكن تسجل لهم. الله، علشان تعرف ايه؟ تعرف خبايا الناس الذين يحتالون في ان لا يراهم القانون. يبقى لازم كنت تعرف ان من فضل الله عليك انه علم هذه الخبايا، وان اللي يقدر ما يقدرش يخبى عنه على الاقل انت بتعملها. اذا فالدين كله كان من الواجب للشيوعيين انهم يعملوا ايه؟ انهم يسقفونه. يقولوا يا سلام ده ادانا حق، ده هيجيب منا اللي شرده اللي فاتوا قبل ما يجيبهم اللي مش عارف ايه، وهيعرف من الاخبار مش عارف ايه، واللي يحتط على الجريمه ايه كان من الواجب. لكن هم لم يؤدوا حق الله واسرفوا على انفسهم فهم يخافون منه. ولذلك تجد في سوره الكهف يقول لك ايه؟ وما اظن الساعه ايه؟ مين اللي قالها بقى؟ اللي ربنا اداله نعمه واداله مش عارف ايه واداله ايه واداله ايه؟ وبعدين بقى راجع فطرته تنبهت شويه. قال لك لا، قال لك ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. الله، اذا ففيه تكذيب بوجود الساعه، وبعدين ان كانت ممكن هيبقى لنا في نهايه هنبقى لنا كلام ثاني. ربنا زي ما اكرمنا هنا يكرمنا ايه؟ يكرمنا هناك. ربنا يكرم هناك الذي اكرم نفسه بمنهجه هنا، ومن لم يكرم نفسه بمنهج الله هنا ما يمكنش ربنا يكرمه. الله، ولذلك احنا مثلا تيجي يقول لك انا دعيت ربنا لكذا ما حصلش، ودعيت ربنا لكذا، وخصوصا السيدات دعينا ودعينا. طيب تعال يا ستي انت طلبت من الله ايه؟ كذا وكذا، والبنت ما اتجوزتش، والواد مش عارف فاشل، والمش عارف الايه، وجوزي ايه انعوج عليا الكلام ده. قال لا، طيب انت طلبت من ربنا كده كتر خيرك، اللي عرفت وليك رب تفزعين اليه وقت الشده، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا كتر خيرك. اذا لازم الذي يطلب ان يجيبه الله الى طلبه يسارع هو فيجيب الله الى ايه؟ وبعد ذلك يعفو عن كثير ويعفو عن ايه؟ فاذا السؤال اما ان يكون سؤال يتاكد انها هتحصل ادي واحده، أو يستبطئوها وعايزينها تيجي دلوقتي. ومادة السؤال في القرآن مادة واسعة. ليه اتساعها؟ لأن احنا قلنا زمان أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن إيه؟ لا جملة واحدة. يعني ينزل كتاب مستوي كده زمان. فربنا يرد الرد اللي ما يردوش إلا رب. وإن كذلك يعني عملناه مجنون ورتلناه ترتيلة علشان ما نجيبوش كده مرة واحدة كده يبقى صعب عليكم، انما يبقى آية حدثة حدثة. والشيء اذا نزل وقت طلبك له يستقر في ذهنك. يمكن لو اعطيت الاشياء دي وحطيتها في الدولاب، يمكن انت لو جبت صيدلية وحطيت فيها كل الادوية وبعدين تقول قرص الاسبرين تقول ايه تدور عليه ويمكن يتوه منك هنا ويمكن يتوه. انما ساعة مرتك توجعك وتبعت تجيب قرص الاسبرين قال لك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر.
الله. اذا كان القران ينزل جمله واحده، طب الاسئله دي كانت تيجي ازاي بقى؟ لما ترك الله ليسالهم، لان السؤال اما تحدي للرسول واما استجابه من احكام الله الذي انزلها على الرسول. فاذا نزلت مثلا يسالونك عن الخمر، عايزين يشوفوا رايهم فيها ايه، يسالونك عن المحيط، يسالونك عن الاهله، يسالونك ماذا ينفقون. هل الانسان يسال ما يحدد حركته ولا اذا الذين هم عاشقوا الايمان فاحبوا ان تبنى كل حياتهم على الايمان، حتى لو كان في شيء في الجاهليه مش عايزين يعملوه على حكم العاده، انما هم عايزين يعملوه على حكم الايه؟ العباده. ولذلك كثرت الاسئله. القران حينما عرض هذه الاسئله مره يقول يسالونك عن المحيط قل هو أزل. فكأن الرسول حينما سألوه عن المحيط لم يقل هو أزل، يمكن أن ما عنده، قال لك لا ده ربنا قال لي قل، تقول دي المدلول الله، أنا بقول ذلك قل، ولذلك الله يقول الله نحذف كل دي من يقول هو الله أحد، ده هذا دليل على صدق الرسول في أن الخير مش عنده، ده هو زي ما ربنا قال له قال قل وبقول. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون في آيتان يقول ما أنفقتم من خير فللوالدين، قل 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 الله. ولكن قل هذه مرة تبقى من غير الفيه ومرة تبقى بالفيه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، خلاص ما جابش ايه فاء، جاب قل على طول. طيب لكن ويسألونك عن الجبال ما قالش قل ينصفها ربي وصف، قال ايه فاء فقل. فكأن السؤال بدون الفاء، الجواب بدون الفاء، دليل على ان السؤال حصل الان وقبل الجوابه. لكن السؤال اللي فيه الفاء دل على ان فيه شر، اي ان سألوك في المستقبل عن الجبال فقل ينصفها ربي. يبقى اذا كل وحدها دليل على ان السؤال حدث، لكن لما يقول فقل اي ان سألوك فقل، يبقى جاب سؤال منهم واقع، انما سؤال لسه حي ايه. طيب والذي يدل على صدق الله فيما قال انهم سألوه، ما لم سألوه يبقى ربنا قال له اذا سئلت يعني فقل هذا، يبقى دل على ان السؤال اللي انتوا قلتوه جايز، وانا هقول لكم على اللي بعدين هتسألوه. كان من الممكن لمن يعارض ان لا يسأل، من هو قال إذا سألوك فقل، ما سألناش ولا قلنا حاجة، إنما لازم يقولوا. ليه؟ لأن الله لا نقض في علمه. الله الله لا نقض في علمه، انتهت المسألة، هيقولوا قولوا واسمع عنه. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب، أنا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما سيصلى نارا، يبقى حكم بأن آخرته لا كفر مش هيؤمن، مع أن في صناديد أشد من أبي لهب وآمنوا برسول الله، عمر آمن يا أخي، عمرو بن العاص آمن، خالد بن الوليد آمن، طب كان من الممكن أن هو برضه إيه يؤمن. لكن الذي قال أنه لا يؤمن عارف أنه مش ممكن هيركب راسه وهيفضل، وأنذره بأن سيصلى ما يبقى معنى. طب بالله يا أبو لهب ده كان عنده شوية ذكاء عشان تعرف إن الشرك غباء، ما كانش يجي في وسط المحفل كده يقول إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا الطب. وبعدين لما يشهد أن لا إله إلا الله وأذنه وأنتهى هو ولا أشخاص لا نارا ذات إيه، يبقى بده يكذب مين؟ يكذب القرآن. لكن لم يقلها مع أنه مقتار في أن يقلها ومع أن غيره قالها. الله، يبقى ده دليل على ايه؟ دليل على ان الكلام دايما مين؟ من الله. وما دام ما فيش استدراك لحدث في الكون على ما يقوله الله، ولو كان باختياره، ولو كان باختياره. طيب مره نجت الفيه ونجت قل، في آية واحدة في كتاب الله، وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل إني قريب، ولم يقل فإن
وإن تقول فإني قريب، لا أندي ولا أندي، لا بقول ولا بالإيه ولا بالفعل. أم أنك لأنهم حينما سألوا عن الله وذاته، الله سبحانه وتعالى جعل الجواب منه مباشرة لهم بدون وساطة محمد صلى الله عليه وسلم. جاوبهم هو، قال دي ما تمرش عليك يا سيئان حقلوه مالي الله. يبقى الجواب عن محمد يمكن يبقى يكذب فيه، إنما إيه؟ وأساليب مختلفة متعددة، كل أسلوب له إيه؟ كل أسلوب له إيه؟ مرجع. هات بقى سؤال عن الساعة، أدي كلمة السؤال والطناعي. طيب الساعة هي إيه؟ ما هي الساعة؟ نشوف كده. الساعة حين نطلقها في هذا العصر تطلق على الآلة التي تحدد أجزاء النهار بالثانية وأجزاء الليل. الآلة بتاعتنا دي سمناها إيه؟ ساعة. وخدنا الساعة اللي هو الجزء الأقرب إلى الليل وإلى النهار. المهم دلوقتي عرفنا الدقيقة ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا الثانية ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا جزء المتعرف، لكن كلمة الساعة بقت منصرفة إلى إيه؟ سمعنا يعني البشر حينما سموا هذه ساعة، الله ازاي سموها ساعة؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى سرق فطرة البشر منهم عشان يدلهم على ان الساعة اللي احنا انتم منتظرينها هي آلة مواقيتكم في الحركة. ولذلك الدقات دي زي شوق مقال، الدقات دي بتنبه الى ايه؟ انها دايرة. وبعدين يا ترى الدقة دي كل دقيقة، يا ترى الدقة كل سنة. ولذلك قال دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ولذلك تجد إن الساعة بس قال لك ويوم تقوم الساعة، مش الساعة بس عند ربنا اللي هي قيام الساعة، لا، والمراد بها آلة زمنكم. يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. الساعة إيه بقى؟ طب الساعة دي كانت القيامة، والساعة التانية ايه؟ اللي هي آلة الزمن، اللي هي ايه؟ وتيجي بقى علشان تعرف انها ان الزمن له ليل ونهار وبعدين اسبوع وبعدين شهر وبعدين ايه؟ وبعدين سنة. كويس قوي. نقول له طيب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى يديك ان الساعة دي اللي انت بتقول عليها الساعة كذا والساعة كذا دي تدل على جزء من نهار او ليل بالتساوي. زي ما كانت المزوله زمان بتعملها، كانت المزوله بايه؟ قبل ما نخترع الساعه. واول ما اخترع الساعه العرب هم اللي جابوا ساعه وبتدق بالماء، دقاقه بالايه؟ يعني جاب صفيحه كده وخرقها خرق، وخلى الخرق ده ينقط على آلة كده تتحرك، كل ما تنزل نقطه تلف لفه، كل ما تنزل نقطه. يبقى ادي العرب اللي هم، ادي العرب اللي عملوا الايه؟ طب هم حريصين ليه على الساعه؟ قال لي لان عندهم عبادات موقوته، فحرصهم على العبادات الموقوته خلاهم يفكروا في انهم يعملوا ايه. ولذلك برضه ربنا يقول ايه؟ كان لم يلبسوا الا ساعه من نهار. اكل الساعه جزء من، وما فيش ساعه اكبر من ساعه، يبقى لازم جزء ايه؟ جزء متساوي. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ليسالك الناس عن الساعه أتوجد أو لا توجد؟ أدي واحدة. طب إذا كانت توجد ما توجد ترى؟ قال لي أستعجلك بها الذين لا يؤمنون بها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه؟ من الصدق. من الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، مشفقون منها ويعلمون أنها الإيه؟ أنها الحق. الله سبحانه وتعالى يقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة وكأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. يبقى جمع بين الساعة اللي هي الفاصلة بالقيامة وبين الساعة اللي هي جزء الايه؟ جزء من النهار وجزء من الايه؟ من الزمن. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المسألة في آيتين. هنا آية هنا يسألك الناس عن ايه؟ الساعة. وما يدريك لعل الساعة ايه؟ تكون ايه؟ قريبة. في سورة الشورى انما علمها عند الله. كويس كده. في سورة الشورى وما يدريك لعل الساعة قريب، مش تكون قريبة،
طرح ادي اسلوبين في سورة الشورى، يقول ايه وما يدريك لعل الساعة ايه قريب، يقول له الله الساعة. طب دي الساعة ما فيها حرف التأنيث اهو، وقريب دي بتاعت انك لا، لان المراد بالساعة وقت قيامها، وما يدريك ايه لعل الساعة يعني وقت الساعة يكون ايه يكون قريب، انما هنا تكون قريبة. ومرة السؤال يكون عن اصل الوجود، ومرة يكون السؤال عن شيء تابع لأصل الوجود. لك احنا قلنا زمان لما كنا بندرس في اللغة يقول لك ايه كان فعل ماضي ايه ناقص، مش كده، يرفع المبتدا وينصب الايه ينصب الخبر، وقد تكون تامة زي وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ايه الفرق بين الاثنين؟ شو هو ده اسم خبر واسم ملهاش؟ هم قال لك ان اردت الوجود الاول بقت تامة، ان كان ذو عسرة ان وجد ذو عسرة، لكن ان اردت وجودا ثانيا طارئا على الوجود تبقى ذو نقص. ازاي؟ تقول كان زيد مجتهدا، اي في الماضي، يبقى انت ما تتكلمش عن الوجود، بتتكلم عن حاجة تانية طرأت على الوجود وهو اجتهاده. ولذلك قلنا دي تبقى ناقصة ليه؟ لأن الفعل عايزين يدل على زمن، هذا الزمن اللي هو بيحصل فيه الايه؟ في الحدث، وعلى الحدث. فلما تقول كان زيد مجتهدا، لو كنت انت تريد إخبار عن الوجود ثاني مش الوجود الأول، كنت تقول ايه؟ كان الله ولا شيء معه. كان الله ايه؟ قال لك لا، ده الوجود الاعلى بقى، كان الله. انما تيجي تقول وكان الله ايه غفورا، يبقى نشأ عن الوجود صفة تانية. يبقى اذا لما تحب تنشأ الوجود الاول وكان الله ولا شيء معه، هذا الوجود الاول، وبعدين كان الله غفورا بحول الامر ليه صفة له، لما يوجد اللي يغفر له يبقى غفور الله. يبقى اذا دي بتقول عليه كان فعل ماض ناقص، يعني يدل على زمن ولا حدث معه. المهم عايزين الخبر عشان يجيب الحدث. كان زيد مجتهدا، كانك قلت اجتهد زيد في الزمن الماضي. خلاص كده. هنا بقى الساعه انت بتنكرها وجودا، ولا انت مؤمن بقى وعايز بس الوقت بتاعها، يبقى مره تيجي كده ومره تيجي ايه ومره تيجي كده. هنا بقى كلمة وما يدريك، الدراية الإعلام، ولذلك يقول لك أنت دريت فلان، دريته بالموضوع الفلان، يعني إيه؟ يعني أعلمته به. وفيه في علم الأصول شيء اسمه دراية وشيء اسمه رواية. إزاي؟ الفقيه مثلا الذي يحفظ القرآن بالسبعة، ويمكن بالعشرة، ويمكن بال14، لكن لما تسأله في آية مش مطلوب منه يعرفه. يبقى يعرف القرآن رواية بس، ما تسألوش عن حاجة أكثر من كده. إنما اللي يقعد بقى يفسر فيه لك اللفظ ده كده، يبقى يعرف القرآن إيه؟ دراية. يبقى الدراية علم بالتفصيل، الرواية علم بالإجمال الكلي بس. ولذلك من حكمة الله ان ربنا خصص ناس اسمهم حفظة الكتاب، ولا يخليهمش حتى من العلماء، نقدر اللي يبقى من العلماء ويعمل الحكاية دي ليه؟ ام قال لك لان اللي ما يعرفش علم ساعة ما يقرأ آية وينسى كلمة يقف، لكن لما يكون عالم يمكن يجيب كلمة يعني ايه قريبة كده منها ويمشيها. مثلا افرض يقول لك فتبين لك فتثبتوا مثلا، قال لك اه. اذا من عظمه القران ان اللي يتكفل بحفظه لازم ما يكونش عالمه الا روايه، حتى اذا غاب عنه لفظ يعمل ايه؟ يقف، ما يقدرش يجيب غيره، انما العالم ممكن ايه؟ يمكن يتصرف ويجيب ايه؟ ويجيب حاجه ثانيه. طبعا الاول هنا وما يدريك، ساعه ما يقول ربنا وما يدريك فانه لا وسيله الى ان ايه؟ حد يدريك بيها ابدا.
ولذلك يقول وما يدريك لعله ايه يتزكى، والآية التانية وما يدريك لعل الساعة ايه قريب. يبقى ما يدريك محدش ايه يقول لك. طب وما أدراك؟ ما أدراك تدل على أنه متى أن يعلمه أحد قبل الآن، إنما من الممكن أن نعلمه نقول له تاني سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ محدش قال له عليها دي أبدا قبل كده، إنما هقول لك عليها. يبقى ما أدراك تدل على أنه إلى الآن لم يعلم بها، لكن ربنا حي إيه؟ هيعلم. قال وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. خلاص كده؟ تعال. وإذا الرسل أقتت ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. يبقى دراء ولا ما دراءش؟ يبقى كلمة ما أدراك أي لم تعرف قبل الآن، ولكني أعرف، لكن ما يدريك ولا بعد الآن ولا الآن هتعرف. دي هتفضل إيه؟ طب تقول لك الله، هناك مثل الحاقة إيه؟ وما أدراك؟ وما أدراك ما الحاقة؟ إذا كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما سوى الله. طب القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الله. طب يجي لك فك رقبة فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. طيب هدف لا هيقول لك إيه؟ وأما من خفت موازينه فأمه هي، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يبقى بيعرفنا بقى ولا لا؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك يوم لا تملك نفس ما إيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى ساعة ما تسمع أدراك يبقى أعرف أنه هيقول له عليه، إنما يدريك مش هيقول له. ليه ما بيقولوش؟ ليه؟ هم قال لك لأن الإبهام قد يكون أوضح البيان. الإبهام أوضح من الإيه؟ إزاي؟ أنك ساعة يبهم الله ساعة الموت بالنسبة لنا، ما نقولش أبهمه، ده خلاني أفهمه في كل دقيقة. ما دام معرفش الأجل بتاعي إمتى يبقى إيه؟ أتوقعه في أي لحظة. يبقى أبهم ولا وضح؟ ما هو أبهم، إنما عشان إيه؟ عشان يوضح. كذلك لما يجي يقول ليلة القدر في العشر الأواخر، قال لك أنا مش عايزك إيه تاخد ليلة القدر وتعبدها على أنك تاخد خير ليلة القدر، أنا عايزك تاخد العبادة في ذاته فتخليها صيحة كده في العشر أيام عشان تعبد الليلة والليلة 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 فتكتسب ثواب العبادة. الله، إذا مرة يكون البيان إيه؟ أوضح إيه البيان؟ كذلك الساعة يخفيها الحق سبحانه وتعالى عشان إيه؟ أتنظرها في أي وقت، فأخاف أن تقوم الساعة وأنا على معصية لربي. يبقى بينها ولا ما بينهاش؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال ولكن أنا أعمل لها ندخل بك أعمل لها علامات، علامات صغرى وعلامات إيه؟ والعلامات الإيه الكبرى. هناك في آية إيه؟ الساعة آتية لا أكاد أخفيها، أكاد أي أقرب، إنني إيه أخفيها. إحنا قلنا أخفى معناها همزة إزالة، يعني يزيل خفاءها، لأن مرة يجيب الهمزة لإزالة الخفاء زي أعجم الكتاب، أعجم الكتاب أزال عجمته، يبقى اسمها همزة الإيه الإزالة. المعاجم اللي إحنا بنشوفها باللغة دي بيسموها إيه معجم. طب هي بتعمل إيه؟ بتقول لي معنى اللفظ ده كذا ومعنى اللفظ ده، يبقى اعجمه يعني ايه؟ ازال رجمته. وبرضه في التضعيف لما نيجي نقول قشرت البرتقاله، يعني ايه قشرت البرتقاله؟ ازلت قشرتها، يبقى فيها اسمها ايه؟ ازاله. ان الساعه اتيت اكاد اخفيها، يعني بقت قريبه لدرجه انني ايه؟ هازيل الايه؟ الخطا بتاعها بايه؟ بالعلامات الصغرى او العلامات الايه؟ أو العلامات الإيه؟ العلامات الكبرى. إذن فالإبهام قد يكون مقصدا من مقاصد البليغ، ليه؟ عشان يشيع الحكم في كل زمن ولا يجعله خاص بزمن، لأنه لو ربنا اداني عمري كده
مثلا كذا سنة أو لازم أخذ راحتي كده وقبل الموت أبقى إيه أبقى طيب ولا إنك لا يا أخوات توقعه. ولذلك لم يجعل الله للموت سببا، والموت من دون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت، مات لأنه إيه يموت. ولذلك شوق الله برضو يرحمه أنه يقول إيه في الموت ما أعيا وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. أسد والموت إيه أسد لعمرك، من يموت بزفره عند اللقاء كمن يموت بنبيه، يهبشك بضوافه ولا إن نام عنك فكل طب نافع. يقول لك خد اسبرينه أو لم ينم فالطب من أذنبه. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك، محدش هيقول لك عليها ولا محدش مش هقول لك عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها وأعلم من السائل. فإن كان يدل على الخلق جميعا أن يقول لهم فقد ضم على حبيبه، ولو كان حيقول كان قال له هو ولا يقول هل يقول له اكتبها عني خلاها يعني أبدا ولا أدري أخرى. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، كلمة قريب إن المراد بها الوقت. وما يدريك لعل الساعة أي إيه يكون وقتها إيه قريب. الفعيل عند اللغويين يستوي فيه المذكر والمؤنث، الاثنين يبقوا قد بعض. ولذلك والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. يبقى فعيل يستوي فيها مين المذكر والإيه والمؤنث. إن الله لعن الكافرين، لعنهم أي طردهم من رحمته. اللعن هو الطرد والإبعاد، وأعد لهم سعطب الطرد والإبعاد ده في الدنيا، وأعد لهم إيه سعيرا يعني نار إيه؟ تستعر وتتأجج كده وتتوهج اللي هتقول إيه إيه يوم يقوم لجهنم غنم ثلاثة هاتهم الذي يقولون وهي مش شوقة لكم هاتهم هل من مزيد خالدين فيها أبدا. دي كلمة خالدين يعني ناكسين، الخلود والمكس طويل. كلمة أبدا يعني يبقى معناها ما فيش زحزحة بقى. كان بعض العلماء يقول إن آيات الجنة كلها خالدين فيها أبدا، ولكن بالنسبة للكفار ما يقولش خالدين فيها ولا يجيبش أبدا. نقول له أنت ما استقرأتش كويس. القرآن جاء بأبدا في آيتين، هذه الآية التي نحن بصددها وآية أخرى ومن يعص الله ورسوله في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى الأبدية ربنا عبر عنها في موضعين اثنين بالنسبة للكفار، لكن الأبدية بالنسبة للمؤمنين دائما. وإلى لقاء